إذن ندوزو للتمرين الثالث. التمرين الثالث ذكر بالعلاقات المميزة للموصول معامل انكساره ان موضوع في الهواء. طن بما انه موضوع في الهواء، اذا معامل الانكسار للهواء واحد سينس ديال زاوية الورود كيساوي ان فوسينس ديال زاوية الانكسار الاولى ا، سينس ديال زاوية الانبساط سينس اي بريم كتساوي ان فوسينس ديال ار بريم الانكسار الثاني. ونعلم ان زاوية المنشور تساوي ار زائد ار بريم، وزاوية الانحراف تساوي اي زائد اي بريم ناقص ا. دونك اوجد تعبير معامل الانكسار دلالة ا والتزامن. هنا في هذه الحالة عندنا ما يسمى بالانحراف الدنوي. دونك في هذه الحالة كيكون ان اي تساوي اي بريم. اذا كانت اي تساوي اي بريم راه هذا الشيء كيكافئ ان ار تساوي ار بريم. علاش؟ اذا كان هذا كيساوي هذا، اذا هذا كيساوي هذا، وبالتالي عندهم نفس الزاويه، يعني ار تساوي ار بريم. اذا غنعوضو هنا بما ان هادو كيتساواو سويه دو ار، وهادو كيتساواو سويه دو اي ناقص ا. واضح؟ من بعد غادي نجبد ار هي ا على جوج، ونجبد اي هي دا زيرو زائد ا على جوج. مازال من بعد غادي ناخذ العلاقه الاولى غنعوض. بغيت معامل الانكسار هو السينس اي على السينس ار، اي هي دا زيرو زائد ا على جوج، وهذه هي ا على جوج. واضح؟ دونك دوزو الجزء الثاني من التمرين. ارسم تبيانه مبسطه للتركيب التجريبي. هذه هي التبيانه المبسطه ديال ظاهره الحدود. كيف يتغير عرض البقعه المركزيه ال مع ا؟ هذا السؤال بطريقه غير مباشره، يعني خصني نلقى العلاقه ما بين ال و ا بيتا. دونك نعلم ان طونجون تيتا كيساوي ال على جوج تي، و طونجون تيتا تقريبا كتساوي تيتا، اذا تيتا كتساوي ال على جوج تي. ونعلم ان تيتا هي لامدا على ا، بالتالي غتساوي ال على جوج تي تساوي لامدا على ا، اذا ال كتساوي جوج تي لامدا على ا. اذا راه كلما كانت ا كبيرة كان عرض البقعة صغير، والعكس صحيح. واضح؟ هنا كيتغيروا بشكل عكسي، إذا كبرت هذه كتصغر هذه، صغرات هذه كتكبر هذه. واضح؟ السؤال الثالث، حدد مبيانيا لامدا. دونك لامدا هنا بما أن الدالة كتغير تيتا بدلالة واحد على أ، إذا تيتا كتساوي كاف أ سوف أ. نجبدو ونعلم أن تيتا هي لامدا في واحد على أ، إذا المعامل الموجب كيمثل لامدا، تساوي 6 فاصلة 66 في 10 أس ناقص 7. واضح؟ دونك نزيل الشق ونضع مكانه خيطا رفيعا قطره دي، فنحصل على ظاهرة حيوز حيث عرض البقعة المركزية هو حد دي. حنا اش درنا؟ بلاص أعوضنا هاد دي، إذا ال بريم غتعلق بالدي، إذا لبغينا دي دي لامدا على ال بريم. واضح؟ دونك دوزو التمرين الرابع.